إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين في أداء المؤشرات، بعدما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي مستوى 772.6 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إيجاك 30 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة. كما هبط مؤشر إيجاك 100 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 65 قرشا للشراء، 15 جنيها و78 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 17 جنيها و78 قرشا للشراء، 17 جنيها و93 قرشا للبيع. في حين وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21 جنيها 34 قرشا للشراء، 21 جنيها و52 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 26 قرشا للشراء، 4 جنيهات و30 قرشا للبيع. كما سجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء، 4 جنيهات و20 قرشا للبيع.